بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثاني من التلنت، كنا بالدرس الماضي إذا ما شفته لازم تروح تشوفه، كنا دخلنا عن طريق شيء اسمه اللوجن وبستخدم لي بس الباسورد. طب هلا لو بدي أروح مرة ثانية بدي أعمل للراوتر إعدادات عشان أدخل عليه من برا، فخليني كمان أثبت تمام. طيب شو كنا عملنا نحن؟ كنا دخلنا على اللاين في تي واي كونفي، عم برجع بعيد انا مع ساحه الكونفجريشن القديمه اللي بالفيديو الماضي، قلت له اللاين في تي واي من 0 ل 4، وانا عم بفتح انا 5 سيشنز، وكنت قلت له بالمره الماضيه باسورد حطيت لي اياه، طيب عشان يفوت بالتنت باسورد. هلا هون انا مش محتاج اعمل هذا الشيء لانه في طريقه افوت عليها عن طريق يوزر نيم وباسورد، بخترع داتا بيز بقلب الراوتر او بقلب السويتش، فهذا الكلام ينطبق على الراوتر على السويتش. طب تعال نشوف شو فينا نعمل. قال لك شوف، اول شيء اطلع لي من لاين في تي واي ترتيب كالتالي عشان بس انت ما تضيعش معي. هتقول له يوزر نيم معاري باسورد 1 2 3 ماشي. طب وبدي برضه باسورد للانيبل، انيبل باسورد وقول له انيبل. اوكي هلا انا حطيت يوزر نيم وباسورد، راح اروح على اللاين في تي واي من 0 ل 4. شو اقول له هون؟ هقول له لوجن، كانت هذيك المره لوجن لوكال، لوجن عاديه، هلا لوجن لوكال. لوكال يعني استخدم لي الداتا بيز اللي انا عملتها اليوزر نيم والباسورد اللي فوق. اوكي وهقول له ترانسبورت انبوت تلنت، يعني بس خليه يدخل التلنت تمام. المفروض هيك انا اموري طيبه. خليني افوت على الكور سويتش واقول له تلنت 200 دوت 1 دوت 1 دوت 1. قال لي فوت لي يوزر نيم، هقول له معي انا باسورد 1 2 3. طيب دخلني على انيبل مود، قول له اي ان، قال لي فوت لي الباسورد، قال له انيبل انيبل. اوكي وصرت موجود وعيش واتعايش تمام. موست بروبابلي نحن بنشتغل بهاي الطريقه بالشركات عشان بيكون عندي اكثر من يوزر نيم باسورد. طيب خلينا نحكي بس بموضوع، لما جيت اخترعت اليوزر نيم والباسورد قول له كونف كي، قلت له يوزر نيم يوزر نيم، هيك قلت له معاري، وقلت له باسورد. اول ما قلت له باسورد 1 2 3 هذا الباسورد مش متشفر، بلاش كلمه متشفر عشان الباسوردات ما بتتشفر، الباسوردات بنعمل لها هاشنج. اوكي هذا حيكون كلير تكست. هلا كيف بخليه ينعمل له هاشنج يتشوه، هاشنج يعني يتشوه، بقول له كلمه سيكريت بدل الباسورد، بقول له سيكريت 1 2 3 ببطل هذا الباسورد مبين. طيب خلينا شوي هيك على جنب، خلينا نشوف بالواير شارك نعمل كابتشر ونحلل الداتا اللي عندي. راح اقول له كابتشر من جهاز الكمبيوتر اللي عندي هون، هيفتح لي هذا البرنامج الواير شارك، برنامج بس تحليل عشان نشوف. اذكرك نحن قلنا التلنت هو شو عباره عن شو؟ التلنت هو عباره عن ابلكيشن، يعني بروتوكول بقع بالابلكيشن لير، بما انه بالابلكيشن بقى بروتوكول رقم 23 وبيشتغل تي سي بي او يو دي بي، لا قلنا بيشتغل بالتلنت تي سي بي، وبما انه ابلكيشن وله بورت نمبر فاكيد له بروتوكول نمبر بيعبر عن تي سي بي اللي هو كان رقمه 6. هنشوف هذا الكلام هلا بالورك شوت، بس خليني اروح على التوبولوجي عندي هون وافتح جهاز الكمبيوتر واجهز حالي، افتح له برنامج البوتي واقول له بدي التلنت، واقول له تلنت عفوا 200 دوت 1 دوت 1 دوت 1. طيب هو الشرط فتح عندي ولا ما فتحش؟ بعد لسه هلا بدنا نشوف انه كيف، شو معناتها انه التلنت هو برنامج هو بروتوكول ما بشتغل. هلا بطل حدا يستخدم تلنت، يعني
حتى دايما لا سكيورتي بيقول لك دو نوت يوز تنت، لا تستخدم تنت. طب ليش عم بدرسه؟ ما انت لازم تعرف التاريخ. طب نحن شو البديل عنه؟ الاس اس اتش، وان شاء الله بالفيديوهات اللي بعد. تمام، خلينا نشوف. المفروض فتح، اوكي هلا فتح. هذا الواير شارك بقعد بشوف في اي شيء، مثلا عندي بروتوكول السي دي بي اشتغل، في عندي الاس تي بي للسباننج تري، بقعد قاعد براقب الشبكه عندي عشان احل. طيب اول ما افتح له بس هون كلمه، خلينا بس اخذ على جنب عشان نشوف قدامي. اول ما اقول له تلنت اوبن، حيبلش هون يصير في عندي بي سي بي وتلنت، ما فيش مشاكل. قول له معاري يوزر نيم، قول له باسورد 1 2 3، حط لي انيبل، قول له انيبل. انا دخلت على الراوتر، لو قلت له مثلا شو اي بي انترفيس بريف، دخلت. مبدئيا هون خليني بس اعمل، بديش اعمل ستوب، خليني اعمل فلتر. انا هون اذا قلت له فلتر لي على التلنت، هون لو بتشوف هون جاب لي ديسبلاي 84. فاهم؟ هذا بس خاصه باي شيء تاني، بس انا بدي بروتوكول ثاني. اول شيء خليني على التلنت. اول ما فتحت التلنت هون بقول لي السورس جهاز الكمبيوتر 192.168.10.10 10 حاول يتصل ب 200.1.1.1 اللي هو الراوتر عندي ببروتوكول التلنت. قال لك ماشي. طيب لو انا بدي اجي اكبس على التلنت هون، اقول له رايت كليك، اقول له فولو تي سي بي ستريم، شوف شو طلع لي فوق، فوت اليوزر نيم معاري بين الباسورد 1 2 3، وقال لي كبس انيبل وحط الباسورد كمان انيبل، وكتب شو اي بي انترفيس بريف. شايف كله انا قادر اقراه من برنامج الواير شارك، وطلع لي الاوتبوت موجود هون. تمام، من فوق لتحت. لما نيجي هون بدي افلتر بطريقه ثانيه، تقول له مثلا اعطيني تي سي بي دوت بروتوكول، عفوا تي سي بي دوت بورت، وخلي لي بورت 3 اتش. قول له هلا الريزلت اللي تحت طلع ديسبلايد 115. ليش؟ لانه دخل لي التي سي بي تي سي بي تي سي بي. بعدين قلت له شو يعني تي سي بي تي سي بي 3؟ تعال نشوف. قال لك لما اتصل جهاز الكمبيوتر فيه، بما انه هو بيشتغل على بي سي بي، فاكيد بده يعمل شيء 3 واي هاند شيك. اول شيء جهاز الكمبيوتر بعت للراوتر سن مسج سينك، اوكي بده يفتح اتصال، وعشان يفتح اتصال لازم يفوت بثلاث مراحل 3 واي هاند شيك. سن الراوتر بده يبعث له سن اك، بعدين جهاز الكمبيوتر بعت له اك، بعد ما هدول ثلاثة بقوم بفتح الاتصال تلنت داتا. اوكي، فهون لما نحن نشوف التلنت، شايف بالابلكيشن لاير انا اول واحدة عندي هون، قال لك فريم 1 2 3 4 5، فهو بالابلكيشن لاير اصلا التلنت. طيب لو اروح على الترانسبورت، حاليا بالترانسبورت بيقول لي السورس بورت 23، فعلا هو بروتوكول 23. الديستنيشن بورت اللي، لا انا هون من عن جهاز الكمبيوتر، خليني بس اطلع من اول واحد. اوكي هيك تمام. السورس بورت راندوملي اخذه اللي هو جهاز الكمبيوتر اعطاني اياه 49166. الديستنيشن انا رايح على الديستنيشن، رايح اوصل على الديستنيشن 23. طيب تمام، طبعا في سيكونس نمبر تبعت السينك، هذا الواير شارك بيطلعها بصفر، بس هو السيكونس نمبر الاصلي هذا الرقم الضخم. وبقول لك النكست سيكونس نمبر تبعي انا واحد. قول له ماشي تمام. طب لو اروح انا هون على الانترنت على الطبقه الثالثه، قول انه هذا الفيرجن 4، التوتال لينك تبعه هالقد، البروتوكول انت عم تستخدم تي سي بي اللي هو البروتوكول 6. فانا من تحليل البيانات هذا انا بعرف انه التلنت هو بروتوكول بيشتغل بالطبقه السابعه، يعني له بورت نمبر، او اذا عم نحكي بالابديت بي سي بي اي بي موديل بيشتغل بالابلكيشن لاير، فمعناتها هو له بورت نمبر. البورت نمبر اللي له اكتشفناه من الترانسميشن كنترول بروتوكول هذا، انه هو البروتوكول البورت نمبر تبعه 23. تمام، وبما انه بورت نمبر فاكيد له بروتوكول نمبر، عم بيستخدم بي سي بي معناتها رقم 6. هاي تحليلات، وقادر اشوف، شفت الداتا
وهي ماشي تمام. طيب عبد الله طول ما في تلنت قاعد يشغل، طول ما اكبس كوماندات حيشوف لي. طب تعال بس افصل الاتصال. كيف افصل الاتصال؟ يعني اسكره بس بكل بساطه، يعني هذا اللي هون كله سكر الكوتي. شوف شو حصير عندي هون. صار عندي بعت اك، بعدين فين اك؟ اك لا خلي لي بلاش الاك اللي هون، خلي لي بعت له فين اك، ماشي الحال. بعدين بعت له اك، بعدين فين بوش اك، بعدين اك. طيب هي اكشلي بلشت من هون. اذا بتتذكروا بالتي سي بي كانت تنتهي عند الاتصال باربع حالات بسموه فور واي هانتي، بس هذا وين؟ هذا بحاله الجريسفول. شو يعني جريسفول؟ انا كان عندي طريقتين بقطع الاتصال. الجريسفول اللي هو بستخدم البن، ببعث له بن اك بن اك، اللي هو بطريقه سلسه بسموها جريسفول، يعني بطريقه شيك محترمه، او بطريقه اجريسيف بنسميها ان جريسفول او نوت جريسفول، وهي عن طريق بس ببعث ريسيت، بنهي اتصال فورا. طيب شو هذا الفلاجز اللي عندي انا هون بس بدي اياه؟ ليش بعت عليه؟ بما انه انا كنت عم بعمل كونفجريشن وواصل بطريق التلنت. طبعا التي سي بي فلاجز الى طبعا شروحات ثانيه في كورسات متقدمه. لما فوت هون عندي، لما اشوف الفلاجز هون، الفن الفن يعني انهي الاتصال، واك طبعا عم باكد عليه. بكون انت طبعا دارس تي سي بي عشان تعرف شو عم بحكي، بس انا هون بيهمني اعرف الفلاجز هون. هون بتلاقي انت عندك بعثت البوش، هون بقول لك بوش ست اوكي. وشو عندي؟ اكنولجمنت ست، وعندي الريست طبعا نت ست، والفلاجز الثاني نت ست، وعندي البن ست. انا بهمني البوش بس اعرف شو معناتها مبدئيا. شو معناتها البوش؟ قال لك لما بدك تنهي اتصال بجوز انا في عندي داتا، مش بجوز اكيد بيكون في عندي داتا بالاوبريتنج سيستم مخزنه بالبفر. تمام. طب هاي الداتا معقول مصير الاعدام؟ لا بدي اياها. قال لك اوكي بما انك بدك اياها، يبقى انا هون في فلاج اسمه بوش، عم بقول له انا عم بنهي الاتصال، اي شيء عندك انت مخزنه بالبفر رجاء ابعث لي اياه عشان تبروسس ونقفل الاتصال على طول. كل فلاج من هون سواء ايرج واللي هو الايرجنت، الاكنولجمنت، البوش، الريست، هذول الفلاجز كلياتهم طبعا لهم معاني اوكي. وهي طبعا تفاصيل شوي متقدمه، بس عشان اذا شفت هذا طبعا لما نهوا كل شيء والطرف منهم، هذا بسموه جريسفول، ماشي الحال. جريسفول يعني نهيتها بطريقه شيك. اتمنى الدرس يكون عجبكم، ونشوفكم ان شاء الله في الدرس الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.